الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركات الكرواتية. الرئيس السيسي يعرب عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال. مدبولي يؤكد أن الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. العلاقات المصرية الكرواتية تكتسب أهمية كبرى، ويحرص الجانبان على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها في المحافل الدولية، وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية. وقد أصدر البرلمان الكرواتي قرارا بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر بالبرلمان الكرواتي، وشملت عددا من أهم الشخصيات البرلمانية في كرواتيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا بين مصر وكرواتيا حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تسعى للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة وتسعى للتعاون مع الشركات الكرواتية. وأكدنا كذلك خلال المباحثات أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر. وتم كذلك خلال اللقاء مع فخامة الرئيس التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها، سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي استقبلا صباح اليوم بقصر الاتحادي الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش وقرينته. وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين، وعقب ذلك استعرض الرئيسان حرس الشرف. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أرحب بك. وزيارة هامة استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكن ما أهمية هذه الزيارة وأهمية توقيتها خاصة بعد انضمام كرواتيا مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي؟ كيف سينعكس ذلك على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ هو طبعا بكل تأكيد اليوم النهاردة في قمة هامة جدا ما بين مصر وكرواتيا، بتعمل على الإسهام في تحسين مستوى العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية. تعاون في غاية الأهمية ما بين الدولتين، خاصة أن كرواتيا من الدول الشرق أوروبا، وطبعا لها باع في العلاقات ما بينها وما بين أوروبا، وهي تعتبر منفذ في شرق أوروبا للاتحاد الأوروبي. بتعتمد على حسن العلاقات ما بيننا وما بين مصر، على تكوين علاقات تعاون وشراكة لدخول للقارة الإفريقية بالعديد من يعني المجالات، منها السياحة والصناعة، وأيضا حركة الاستثمار اللي هي بتتوقع أن تتم خلال الفترة القادمة بالزيادة ما بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الكروات.
تباحث النهارده كان في غايه الاهميه ما بين فخامه الرئيس وما بين الرئيس الكرواتي، ازاي يكون في علاقات يعني زياده في مجالات عده، منها طبعا صناعه السيارات او التكنولوجيا، الطاقه بالاخص والهيدروجين الاخضر، وازاي ان يكون في زياده في الاستثمارات في منطقه قناه السويس والتصنيع الغذائي. هذه المجالات ليها باع في كرواتيا، خاصه انها اكتسبت خبره من الاتحاد الاوروبي وتتمنى انها تخش في القاره الافريقيه عن طريق مصر والوطن العربي. نعم، أيضا كانت هناك إشارة إلى نقطة هامة، العلاقات السياحية المتبادلة بين الدولتين. الرئيس الكرواتي أكد على أهمية هذه العلاقات، كيف يمكن استغلالها في هذه الفترة؟ مصر بالتأكيد دولة سياحية في المقام الأول، وأيضا كرواتيا تحدث رئيسها عن أنها جاذبة للسياحة، كيف يمكن تحقيق الاستفادة من يعني التبادل السياحة أو في مجال السياحة بين البلدين؟ خلينا نقول من أهم الأنشطة الاقتصادية مجال السياحة، وكرواتيا لها باع كبير جدا في كيفية الترويج للسياحة الأوروبية في العديد من المناطق في العالم، وهذا ما تحدث به الرئيس الكرواتي وقال إن هم ليهم خبرة كبيرة في بعث الرحلات للدول عدة، ولهم علاقات مع دول عدة، وبيتمنوا تزيد حركة السياحة داخل القطر المصري، داخل الدولة المصرية، وهذه باع كبير ليهم في ترويج السياحة الأوروبية للعديد من المناطق وتقديم الخدمات السياحية. حتى تحدث بأن هم يعني بيتمنوا أن هم ليس يكونوا مغلقين في أماكن محددة ولكن ينطلقوا إلى العالم أجمع، فيتم الاستفادة إن شاء الله بإسهامهم في دخولهم في من مناطق، خاصة المناطق الجميلة والطبيعية في مصر مثل ما تحدث الرئيس الكرواتي، وتمنى أن يكون في زيادة في حركة نشاط السياحة وأيضا الصناعات العسكرية والشراكة مع العديد من الشركات الخاصة بال يعني التجارة ما بيننا وما بين كرواتيا أو الاتحاد الأوروبي. نعم، من بين ما جاء في المؤتمر الصحفي العلاقات بين البلدين، وكما أشرت دكتور مصطفى ما يتعلق بالطاقة، مصر بتتحدث بعد استضافتها لمؤتمر المناخ عن العديد من النقاط المتعلقة بمجال الطاقة، وتهدف لأن تكون مركز رئيسي يربط القارتين الأوروبية والإفريقية. فيما يتعلق بهذه العلاقات، كيف يمكن أن تستفيد مصر أيضا من متانة العلاقات بينها وبين كرواتيا وتجديد هذه العلاقات في هذا النطاق؟ مظبوط يا فندم، سؤال في غاية الأهمية. خلينا نقول أن القارة الأوروبية بعد الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا للأسف تأثرت تأثر كبير جدا في مجال الطاقة وقطاع الطاقة، خاصة في الندرة اللي يعني بتحاول تعالجها معالجة كبيرة جدا. علشان كده بنشوف أن جميع العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين مصر النهاردة بيقوم على كيفية التباحث أن يكون في شراكة في مجالات الطاقة، خاصة ان مصر الحمد لله بقى ليها من الفائض في حركة التصدير كبيرة خلال العامين الماضيين. خلينا نقول ان من يومين كان السيد الرئيس بيقابل رئيس وزراء رومانيا، وطبعا تحدثوا في هذا الامر. مصر بتعمل اتفاقيات عدة مع الاتحاد الاوروبي لتلبية قدراتهم طلباتهم كمان في مجال الطاقة. خلينا نقول ان في كثير من الدول في الاتحاد الاوروبي بتبحث عن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، خاصة مع مصر ودول الوطن العربي، لما طبعا لمصر من باع كبير جدا بقى الحمد لله دلوقتي، زيادة الاكتشافات، زيادة التعاقدات، كمان خلاف ذلك ان احنا عندنا اكبر مركز للوضع للطاقة في الغاز لشرق البحر المتوسط. هذا الامر كله النهاردة كان مجال للتباحث مع رئيس الكرواتي، ومصر بتحاول ان هي تفتح سوق كبير جدا لها داخل الاتحاد الاوروبي، وايضا بيكون في علاقات ل يعني زياده المصالحه التصالح بعلاقاتها مع القاره الافريقيه، زياده المصالح داخل القاره الافريقيه. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي مصطفى بدر، كنت معنا عبر الهاتف. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات تطرقت لعرض مجمل جهود مصر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. وأشار الرئيس السيسي إلى توجيه دعوة إلى كرواتيا إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر. تم أيضا عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية. وفي هذا الإطار
تم دعوة الجانب الكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات ناقشت أيضا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا. كما تطرقت مباحثاتنا أيضا إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة مع التنويه لأهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد. نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا الكرام. بدأت العلاقات المصرية الكرواتية رسميا عندما اعترفت مصر بكرواتيا المستقلة عن يوغوسلافيا في 16 من إبريل 1992، وأقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في 1 من أكتوبر 1992. وتؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها في المحافل الدولية، وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية. أهمية كبرى تكتسبها العلاقات المصرية الكرواتية في ظل حرص البلدين على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. العلاقات المصرية الكرواتية بدأت رسميا عندما اعترفت مصر بكرواتيا المستقلة حديثا عن يوغوسلافيا، وذلك في 16 من أبريل عام 1992، وأقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر من العام ذاته. مواقف الدولتين تتسم بالتناغم السياسي والتنسيق المشترك، ففي المحافل الدولية تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها، وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية. وتتويجا لهذه العلاقات المميزة، أصدر البرلمان الكرواتي قرارا بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر. دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث حول عدد من القضايا
ملفات دائما ما تتصدر المناقشات بين مصر وكرواتيا في جميع اللقاءات والاتصالات بين البلدين، حيث تعددت اللقاءات بين القيادة السياسية ومسؤولي البلدين، فكان أهمها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 بالرئيسة الكرواتية كولندا كيتاروفيتش على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 70 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو اللقاء الذي أشادت فيه الرئيسة الكرواتية بمشروع افتتاح قناة السويس الجديدة، بل وأبدت رغبة بلادها في تعزيز التعاون بين مواني بلادها وإدارة القناة. وعلى مستوى العلاقات الخارجية تعددت لقاءات الدبلوماسية المصرية والكرواتية، فوزيرا خارجية البلدين دائما ما يركزان في مباحثاتهما على القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل وعلى تطوير العلاقات، فضلا عن التوافق على الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين. يمثل حجم التبادل التجاري المتزايد بين مصر وكرواتيا نقطة مهمة في التعاون بين البلدين، وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الكرواتية في البطاطس الطازجة والمبردة والملح وكلوريد الصوديوم والفوسفات. وتتمثل أهم الواردات المصرية من السوق الكرواتية في الخشب والفاكهة الطازجة. مجالات تعاون واعدة بين مصر وكرواتيا ونشاط تجاري واقتصادي بين البلدين في ظل توجه مصر لفتح جميع الأسواق العالمية المتاحة لزيادة الصادرات للخارج. حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا يزداد عاما تلو الآخر، ليؤكد أن التعاون الاقتصادي المشترك هو أحد العوامل المهمة في علاقات التعاون الثنائية. وعلى طاولة مباحثات القيادات والمسؤولين من الجانبين دائما ما تبرز مسألة تعزيز هذه العلاقات الوثيقة، فعلى هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 والتي عقدت في شرم الشيخ هيمنت على مباحثات رئيسي وزراء البلدين مجالات التعاون الواعدة، لتستكمل مسيرة المشاركات الناجحة للشركات الكرواتية في المشروعات المصرية، فضلا عن الاتفاق على توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين. مناقشات توجها مجلس أعمال البلدين ببحث سبل دفع حركة التجارة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للتصدير وزيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، ليوقع الجانبان في النهاية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية التعاون بين مينائي الإسكندرية ورييكا والتعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات وبنك التعمير والتنمية الكرواتي، فضلا عن التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمشروعات الصغيرة الكرواتية لتنمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزدهر وتترجم أقوال القيادة السياسية ونهجها إلى أفعال على أرض الواقع. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتغليب الحوار وتفعيل جميع السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، لمزيد من التحليل والمتابعة لزيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر، معنا ومع حضراتكم هاتفيا أستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ أكرم. يعني زيارة لها أبعاد وأوجه وزوايا مختلفة، سياسيا واقتصاديا وعلى مستوى الشراكات والالتزام بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم المختلفة. إذا ما قراءتك لهذه الزيارة في توقيتها وأجندتها؟ زيارة مهمة جدا ومرتبطة بالسياسة الخارجية المصرية وبدولات الرئيس سواء في الهند أو في أذربيجان وأرمينيا، ثم لقاءاته مع الأطراف المختلفة ويعني اتجاهات مصر في توسيع الشراكة والتعاون وفتح مجالات مختلفة والتعامل مع كافة الأطراف الدولية. ودي جزئين، اولا جزء التعاون الثنائي فيما يتعلق بتنميه التجاره وزياده الميزان التجاري بين البلدين، وانه ده يستحق، ومجالات التشارك في الصناعه، في الزراعه، في تعاون مختلف في السياحه. واظن انه ده كان ظاهر في المباحثات وفي المؤتمر الصحفي، وانه كمان الجزء الاخر هو الجزء المتعلق بالسياسه الاقليميه والدوليه، وكرواتيا اعترف في الاتحاد الاوروبي وفي منطقه اليورو. وطبعا بيبقى مهم اطلاع دول مختلفه على جهود مصر في القضايا الاقليميه والدوليه، وحشد الجهود في دفع المسارات السياسيه ودعم التعاون الدولي ومواجهه التحديات والازمات وانعكاسات الازمه العالميه فيما يتعلق بالحرب، يعني تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه. كل دي يعني قضايا مختلفه بتتضمن مزيد من مذكرات التفاهم من لجان مختلفه من اهتمام. والرئيس الكرواتي الحقيقه يعني اكد اهتمام كرواتيا بالعلاقه مع مصر، وانه يكون طرف في يعني الاتحاد الاوروبي وتضامن مع مصر في قضيه سد النهضه وقضيه المياه. واعتقد انه كمان يعني جزء مهم من مجالات الطاقه، مصر كمنطقه شرق المتوسط والمنتدى لمقر مصر، والسعي لتوطين صناعه هيدروجين اخضر ونور قطاعات الطاقه المتجدده. ومثل هذه الامور بتمثل فرص استثماريه متبادله وفرص للتعاون وتبادل الخبرات بجانب القضايا الاسلاميه والدوليه بالتاكيد، ويعني مناطق صناعيه باتفاقيات تجاره مختلفه، يعني فتح اسواق عربيه بشكل تفضيلي لكرواتيا في الاسواق العربيه. ومصر كان جسر بين العالم وافريقيا وبين افريقيا والدول العربيه والعالم والمتوسط. كل دي تفاصيل مهمه جدا بتؤكد اهميه هذه الزياره. نعم، تفاصيل كثيرة جاءت على لسان السيد عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي ونظيره الكرواتي. إذا ما قيمنا هذه الشراكات وهذه العلاقة التاريخية الممتدة سياسيا واقتصاديا بين مصر وكرواتيا، إلى أي مدى هذه الزيارة يمكن أن تنشط هذه العلاقات على سبيل العلاقات الثنائية بين الدولتين، وبشكل أوسع ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظرف دولي صعب يرمي بظلاله على الاقتصادات العالمية، وهنا أعني بالتأكيد الحرب الروسية الأوكرانية؟ كيف يمكن استثمار هذه الزيارة وهذه العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكرواتيا؟ لا، بالتاكيد في ظل هذه الظروف والانعكاسات الدوليه للحرب الروسيه الاوكرانيه والازمه الاقتصاديه العالميه، في بالتاكيد سياقات للتعاون، سياقات لتبادل وجهات النظر، محاولات لدعم مسارات سياسيه او تدخل لوقف هذه الحرب. واعتقد مصر دائما بتدعو الى وقف هذه الحرب باعتبار تاثيراتها الخطيره على دول العالم وعلى الاقتصاد العالمي. التعاون وفتح مسارات مختلفة وبدائل مختلفة للتعاون الصناعي والتجاري والزراعي والسياحي، أعتقد دائما هناك مسارات بديلة. فكرة البحث عن طرق ومسارات للتعاون والشراكة وفتح مجالات رفع الموازين التجارية مع الدول المختلفة، كل دي
سياقات يمكن التعامل معها وتدي زخم واهميه. وجزء من سياسه مصر الخارجيه على مدى سنوات مع الرئيس عبد الفتاح دائما تمتد الى كافه يعني الى كافه دول اوروبا، وسط اوروبا، جنوب وشرق وغرب اوروبا، دول البلطيق، دول اوراسيا، الهند، اسيا، اليابان. فكرواتيا اعتقد جزء من كانت من الاتحاد اليوغوسلافي زي ما احنا عارفين، في صربيا، في البوسنة. اعتقد مصر مرتبطه مع كل الاطراف الدوليه بشكل كبير، وكرواتيا ممكن ودول وسط اوروبا وغيره ابواب في الاتحاد الاوروبي. اعتقد ان علاقه مصر باوروبا بشكل عام ودوله بشكل فردي مختلفه وبتتسع، وهناك ثقه دوليه واقليميه في الدوله المصريه وسياسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبار مصر دائما جسر وتسعى دائما لدعم مسارات سياسيه ووقف الصراعات وتقليلها ووقف التدخل في شؤون الدول. كل دي بيمنح مصر ثقه وقدره على بناء علاقات مثمره اولا لكافه الاطراف ولاطرافها وللدوله المصريه ايضا. نعم استاذ اكرم القصص، رئيس تحرير جريده اليوم السابع، اشكرك جزيل الشكر. رحبت السيدة انتصار السيسي بالسيدة الأولى لجمهورية كرواتيا سانيا ميلانوفيتش. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت إن اللقاء كان حافلا بالمناقشات العميقة والثرية حول ملفات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية في التعليم والتوعية لتنظيم النسل والحد من الزواج المبكر، إلى جانب الجهود في مجال الصحة العامة والقضاء على فيروس سي والأمراض المستوطنة. كما تناول اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والتمكين السياسي للمرأة، فضلا عن مبادرات العمل التطوعي التي تحمل على عاتقها مسؤولية الاهتمام بالتعليم والتوعية وتنمية القرى في جميع المحافظات، والتي من أبرزها مبادرة حياة كريمة ودورها الفعال في تغيير الحياة في جميع أنحاء مصر. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تعازيه لشعبي سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين مخلفا قتلى وجرحى. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكرواتي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للبلدين. أعرب عن خالص تعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط، وأكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال. مرة ثانية خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين. أعربت مصر عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصابهما وعدد من دول منطقة شرق المتوسط، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري الشقيقين في هذا المصاب الأليم، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة لمواجهة آثار تلك الكارثة المروعة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال سوريا إلى أكثر من 370 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الزلزال الذي تجاوزت قوته 7.7 درجة خلف أكثر من 1040 إصابة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.
كانت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أعلنت أن زلزالا بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة بازرغيك من محافظة كهرمان جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات، ما أدى إلى مصرع أكثر من 1000 شخص وإصابة أكثر من 5000 جراء الزلزال البالغ قوة 7.8 درجات والذي ضرب وسط تركيا. وأشارت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إلى انهيار أكثر من 130 منزلا جراء الزلزال. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وتأثر به عدد من دول المنطقة. وأعرب الأمين العام لجامعة العربية عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الزلزال وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في كل من سوريا وتركيا. وناشدت الجامعة العربية منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لتقديم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني. وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء الحكومة الاتحادية لتقييم خيارات الاستجابة لمساعدة المناطق الأكثر تضررا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. من جانبه أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن صدمته حيال الزلزال وأكد أن برلين سترسل المساعدة للمتضررين جراءه. بدورها أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن مناطق في تركيا لم تصلها منها أنباء بعد الزلزال المميت الذي ضرب البلاد. وقال متحدث باسم المنظمة إن السلطات الوطنية ستصب تركيزها على البحث والإنقاذ في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك حاجة متزايدة للعناية بالمصابين بالصدمات لعلاج المصابين ودعم المنظومة الصحية كاملة في المناطق المتضررة. على وقع زلزال مدمر أيقظ كامل تركيا وسوريا فجرا، لقي المئات مصرعهم وأصيب آخرون، فيما خلف وراءه دمارا هائلا أجبر السلطات التركية على إطلاق إنذار من المستوى الرابع يستدعي مساعدة دولية. بقوة تجاوزت 7.7 ريختر ضرب الزلزال مدنا عدة في جنوب شرق تركيا وامتد تأثيره إلى داخل سوريا مخلفا حالة من الهلع والرعب بين سكان البلدين. وتسبب الزلزال في مقتل وإصابة المئات في الشمال السوري في محافظة إدلب وريف حلب. ورجحت المصادر الطبية ارتفاع عدد القتلى لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض في 8 محافظات تركية،
خاصة محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال، تعرضت المباني لأضرار بالغة فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وفقا لوكالة مكافحة الكوارث التركية، فقد قتل وأصيب المئات، بينما صرعت السلطات بإرسال فرق إنقاذ وطائرات إمدادات إلى المنطقة المتضررة. وفقا للمعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، فإن الزلزال المدمر وقع على عمق نحو 17.9 كيلومتر، ويقع مركزه في منطقة بازرجك في محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا. الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث رجحت أن ترتفع حصيلة القتلى أكثر بكثير نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بعدد كبير من المباني السكنية في كبرى المدن. تعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب في مقتل 17,000 شخص بينهم 1000 في اسطنبول وحدها. وفي تفاصيل الأزمة الأوكرانية، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إن أول دبابة من طراز ليوبارد 2 تبرعت بها كندا لأوكرانيا قد وصلت إلى بولندا. وأوضحت وزيرة الدفاع الكندية أن بلادها ستقوم قريبا جنبا إلى جنب مع حلفائها بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام هذه المعدات، مشددة على أن كندا ستستمر في دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها. قال الكرملين إن رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى موسكو هذا الأسبوع. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قال إن غروسي سيجتمع مع مسؤولين من شركة روساتوم للطاقة النووية المملوكة للدولة ومسؤولين من وزارة الخارجية، وإن موسكو تتوقع حوارا جادا من جهتها. عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن مخاوفها إزاء أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي محطة استولت عليها القوات الروسية في مارس بعد فترة وجيزة من بدء العمليات في أوكرانيا. ووقعت المحطة تحت وطأة قصف متكرر، ويتبادل الطرفان الاتهامات في عمليات القصف. قال نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ميريسيا جيوانا في مؤتمر أمني في أوسلو، قال إنه حان الوقت لقبول السويد وفنلندا في التحالف العسكري للحلف. وأضاف أنه من غير المعقول أن الناتو لن يتحرك إذا تعرض أمن دولتين الاسكندنافيتين للتهديد. وفي أعقاب العملية الروسية العسكرية بأوكرانيا، تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، غير أن تلك المساعي تمت عرقلتها من قبل بعض الدول، حيث يشترط الناتو موافقة جميع الدول 30 الأعضاء في الحلف لإضافة أعضاء جدد. توقعت صحيفة فاينانشال تايمز ألا تستطيع بريطانيا تجنب الركود حتى نهاية العام الحالي 2023، لا سيما وقد واجهت أزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية العام الماضي، لا سيما مع اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد البريطاني دخل في حالة ركود تقني يعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، وسيكون هذا التباطؤ أقل ضحالة مما توقعه البنك المركزي بفضل الانخفاض في أسعار الغاز بالجملة والمرونة غير المتوقعة لسوق العمل. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية للدول المثقلة بالديون لتجنب تقليص الخدمة الاجتماعية وتداعيات أخرى. وأضافت جورجيفا إنه من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة في فبراير بالهند. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أنه على الصين أن تغير سياستها، حيث إن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الدفع.
شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، وذلك وفق خطة تستهدف التحرك وبقوة في هذا الملف. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محليا، حيث أشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية عبر توفير التقاوي المطلوبة، فضلا عن تشجيع الزراعة التعاقدية. كما أكد مدبولي أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للإعلان عن سعر ضمان لمحصولي الذرة وفول الصويا، على أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد تشجيعا للمزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بثلاثة محاصيل هي القمح وقصب السكر وبنجر السكر. وخلال الاجتماع طالب رئيس الوزراء بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملفات الزراعات التعاقدية يتم عرضها على مجلس الوزراء، سعيا لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتنفيذ مشروع بحثي متكامل بهدف صياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عام 2023-2024. أكد مدبولي أن الهدف من هذا المشروع البحثي هو الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ولتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية. يأتي تكليف رئيس مجلس الوزراء في إطار اهتمام الدولة بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تناميا واضحا خلال السنوات الأخيرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة من ضبط 767 قضية تموينية ومستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 217 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 84 طنا. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط قرابة 104 أطنان. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 18 طنا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 479 قضية، من بينها 193 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الإعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 14 طنا. إلى حياة كريمة نتحول، حيث أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج رغبتها في تعزيز سبل التعاون المشترك مع مؤسسة حياة كريمة وفتح آفاق عمل جديدة خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقائها مع وفد من مؤسسة حياة كريمة، شددت وزيرة الهجرة على بذل مزيد من الجهد لدعوة المصريين بالخارج للمساهمة والمشاركة في مشروعات التنمية ضمن المبادرة الرئاسية في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين. شهدت محافظة الإسماعيلية إطلاق قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القصاصين ضمن مبادرة حياة كريمة. هذا وتم توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 500 مواطن، وضمت القافلة كل التخصصات الطبية من البطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات. We'll be right back.
وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب نحلل ونرصد هذه الظاهرة الثقافية مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك محمود، وتفاصيل كثيرة يحملها لنا معرض القاهرة الدولي للكتاب وأروقته المختلفة وفعالياته أيضا. هذا اليوم والمشهد لديك، ماذا يحمل لنا؟ نعم، بعد التحية، اليوم هو اليوم الأخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، وكما تحدثت هناك يعني عدد كبير من الأحداث التي تدور في هذا اليوم باعتباره هو اليوم الأخير. دعونا نبدأ أولا بما تم في القاعة الدولية التي استضافت اليوم حفل تسليم ضيف شرف الدورة القادمة والتي حظيت به دولة النرويج. دولة النرويج هي التي ستكون ضيف شرف الدورة القادمة، وهي الدورة 55 في معرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني مراسم هذا الاحتفال كانت بحضور وزيرة الثقافة المصرية وسفير الأردن في مصر، وباعتبارها ضيف شرف هذه النسخة التي ستنتهي اليوم. بداية، وزيرة الثقافة أكدت على أن هذا الرقم الذي تخطى 3 ملايين زائر كسر كل الأرقام للدورات السابقة، وهذا يؤكد على أهمية الكتاب، وأكدت أيضا على أهمية وازدهار صناعة النشر خلال الفترة القادمة. أما سفيرة النرويج بالقاهرة عبرت عن سعادتها باختيار دولة النرويج كضيف شرف للدورة القادمة، وأكدت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد بوابة للعالم العربي والعالم بأجمع للثقافة والمعرفة، وأكدت أنه بدأ الاستعداد لدى دولة النرويج في الإعداد والتخطيط للبرنامج الثقافي الذي ستقدمه خلال الدورة السابقة من خلال زيارة إحدى المؤسسات النرويجية المعنية بترجمة الأدب النرويجي في العالم، ولقائها بعدد من القيادات في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لكيفية استغلال هذا الحدث بشكل أفضل للاستمرار على هذا الحدث فيما بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة. وبسؤالنا لها عن رأيها في تنظيم الدورة الحالية، أكدت أنها يعني مبهورة من الأعداد التي توافدت على المعرض، وأكدت أن هذا الحدث الثقافي حدث هام، ومصر لديها القدرة على تنظيم مثل هذه المحافل الثقافية، وأكدت أن فرصة النرويج باختيارها ضيف شرف للنسخة القادمة هو فرصة كبيرة لفتح مزيد من الآفاق والتعاون الثقافي بين مصر والنرويج. أما سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر وجه الشكر لمصر حكومة وشعبا على هذا التنظيم الرائع وعلى اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه النسخة، وأكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية كبيرة، وأكد أن هذا يدل أيضا على قوة العلاقات وتميز العلاقات بين مصر والأردن، وأن هذا التميز ليس بجديد، ولكن يعني سبق أن استضافت واحتضنت مصر فعاليات ثقافية أردنية، والعكس تماما أيضا استضافت المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات ثقافية على أرضها. هذا فيما يتعلق بالحدث الأبرز اليوم بتسليم دولة النرويج ضيف شرف للدورة القادمة. أما عن الفعاليات الثقافية والفنية التي تتم داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأخير قاعة الكاتب الكبير صلاح جاهين تستضيف ندوة بعنوان الرقمية والأدب، وأيضا القاعة الدولية استضافت حفل تسلم يعني ضيف شرف الدورة القادمة، قاعة الشعر بها صناع المحتوى وعدد من الأمسيات الشعرية. أما الفقرات الفنية فهناك فقرة لمركز تنمية المواهب وكورال أطفال بورسعيد، وأيضا السيرك القومي، وعدد طبعا من الفقرات الفنية التي ستكون موجودة في اليوم الأخير. أيضا يعني رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين أكد على تجاوز نسبة مبيعات كبيرة للهيئة، وأكد على أن هذا الحدث هو يدل على الظاهرة الثقافية لدى الجمهور المصري الذي اهتم بالإقبال على المعرض بكل فعالياته. حتى اليوم
اليوم الأخير اليوم هناك إقبال شديد على المعرض بكل ما فيه من فعاليات ثقافية وفنية وإقبال على دور النشر المختلفة، خاصة يعني أن اليوم الأخير هناك عدد كبير من التخفيضات التي تقدم في هذا اليوم داخل عدد كبير من دور النشر، فبالتالي يعني من المتوقع أن يزيد عدد الزائرين اليوم أكثر من 4 ملايين زائر. هذه هي الأحداث والتفاصيل في اليوم الأخير وحتى يعني قبل الساعات الأخيرة من انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليكم مرة أخرى. نعم محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أشكرك جزيل الشكر. انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمارة الطائرات بأفريقيا في نسخته 31 في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي. يحظى المؤتمر باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والأفريقية والجهاذات الصلة كمنصة تجمع تحت سقف واحد مقدمي العديد من خدمات الصيانة للطائرات، كما تشهد جلسات المؤتمر حلقات نقاشية متعددة في موضوعات عدة يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة، وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة. بنشتغل في جميع الديستنيشن في غرب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي جنوب الصحراء. إن شاء الله نسقنا مع زملاء في المؤتمر علشان نعمل لقاء مع شركات الطيران، إن شاء الله هيكون خلال الأسبوع الأخير من فبراير أو الأسبوع الأول من مارس، عشان نرتب إزاي نعرف نتعاون وننمي قدراتنا في أفريقيا وهم ونساعدهم ونساعد بعض ونكتسب خبراتهم ونكتسب خبرات مننا في تنمية العلاقات للنقل الجوي. حركة النقل الجوي بتنمو يوم بعد يوم، المنتظر إن شاء الله حركة النقل الجوي العالمية تزيد في حدود 4 إلى 5% خلال الفترة القادمة، الفترة القصيرة القريبة لازم أفريقيا والشركات الأفريقية ومصر للطيران والشركات المصرية كلها يكون لها نصيب كبير في هذه الزيادة المضطردة في حركة الطيران. بالفعل نحن سعداء بوجودنا اليوم هنا. مصر الطيران لديها من الخبرات ولديها من الإمكانيات، سواء من تدريب الفنيين أو تدريب العديد من المهندسين كذلك، وبالتالي فنحن نسعى دوما لتحقيق أعلى معدل من الأداء وتطوير منظومة النقل الجوي بالتعاون مع مصر وبالتعاون مع شركة مصر الطيران، ونحن نحاول أن نتجاوز كل هذه التحديات. هذا المؤتمر في واقع الأمر يعد فرصة رائعة ومميزة من أجل تبادل الخبرات ومن أجل تحقيق أقصى معدل من الإنتاج وتطوير قدراتنا بالتعاون مع الأشقاء في مصر. شركة مصر الطيران للصيانة فهي هي شركة معتمدة دوليا، وهي بتقدم أعمال الصيانة لأكثر من 136 شركة حول العالم. هي تواجدنا في أفريقيا وتواجدنا في أوروبا وتواجدنا في أكثر من مكان بنقدر نقدم خدمات الصيانة لشركات كبرى، وده معناها أن الشركات كبرى زي شركات سعودية، شركات أردنية، شركات تركية حتى كمان بتيجي تعمل أعمال الصيانة، بعض الشركات منهم شركات أوروبية بتيجي تعمل أعمال الصيانة، معناها أن في ثقة كبيرة في إمكانيات ومهندسين شركة مصر للطيران للصيانة. واصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركات الكرواتية. الرئيس السيسي يعرب عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال. مدبول يؤكد أن الدولة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، في أمان الله.